خلال اجتماعه بالمواطنين في مقاطعة بود، استعرض والي غورغول السيد أحمد المرسيد بو أبرز المشاريع التنموية والخدمية التي استفادت منها الولاية، وخاصة مقاطعة بود التي تعد من أكبر مقاطعات غورغول كثافة سكانية، حيث ستشهد المنطقة خلال الأسابيع القليلة القادمة إطلاق جملة من المشاريع التي سيكون لها الأثر الإيجابي على حياة السكان. ذكر على مقاطعة بود، أعلنها من المقاطعات في الولاية اللي استفادت من الكثير من الإنجازات خلال السنوات الثلاثة الماضية من حكم الرئيس محمد رشيد غزوان، في إطار المدارس، وفي إطار النقاط الصحية والمستوصفات، وفي إطار الملاعب، وفي إطار الماء اللي سيدشن قريبا في الأسبوع القادم إن شاء الله، وتوسع على الخطوط الشرقي. سيتم تدشين إن شاء الله المحطة الكهربائية اللي يتزود هذه 80 قرية على مستوى المقاطعة وعلى مستوى الولاية. وبالتالي مقاطعتكم رئيس الجمهورية مهتم بها ويبقيها تنمى، يا غير التنمية ما يمزر واحد، التنمية لابد من تعود انتم كمواطنين كسكان مساهمين فيها، باللي لابد من يعود الإنسان هو محور التنمية. وطلب السيد الوالي السكان بالتوجه للزراعة واستغلال الموارد المائية الكبيرة التي تتوفر عليها الولاية وفي مقدمتها سدهم الجليتا. وقد دعا والي غورغول المواطنين إلى التصدي للحرائق والعمل على صيانة المراعي والحفاظ على البيئة وتحسيس سكان الريف حول خطورة الحرائق على القطاع النباتي الذي وصل مستويات مهمة هذه السنة. وكان العمدة المساعد لبلدية بود قد رحب بالوفد مستعرضا الإنجازات التي تحققت لمقاطعة بود وتقدير السكان لهذا الاهتمام الذي ساهم في تحسين مستوى الخدمات وأداء المرافق العمومية في مختلف بلديات المقاطعة. محمد علي سالك لقناة الموريتانية، مقاطعة بود.